اكتر من 100 ممثل وممثله هيكونوا في المسلسل ده. المسلسل الاسم محير جدا. ايوه الناس هتشوف عادات وتقاليد ومجتمع موجود في المجتمع المصري في بلدنا، ليهم مجتمع ليهم عادات وتقاليد رائعه. اول ما قال لي استاذ عبد الرحمن الابنودي قلت انا مش عايزه اعرف اي حاجه غير ده، انا عايزه اغني. ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين. انسان في كل المعاني دي كلها بتجيله لحظه بيبقى عايز يكسر الطوق اللي حواليه ده. على فكره الاستاذ حسني صالح قبل التصوير يعني ساير، عند ما يدخل جوه يتقلب يعني. بيعمل ايه طب يعني؟ بيمد الممثلين يعني يقول محمد مين؟ دجج وطل زينف وشي يا حمدان، ولا الباطل عماك يا خلفة الديب؟ شخصية رحيل اللي أنا بعملها شخصية أنا ما شفتهاش قبل كده غير في العالم الأجنبي بقى. أنا كان بالنسبة لي شيخ العرب همام أول مرة أعمل صعيدي، فكانت اللهجة صعبة عليا جدا. أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا، لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده أنا.